الآن الفوائد والأحكام تقريبا مرت معنا، بدي أسمع منكم أنتم الشرح. واحد، قال ابن بطال، قال المهلب: فيه الحرص على العلم وخدمة الرجل الشريف للسلطان والعالم. كيف هذا؟ من أين استنبط ابن بطال هذا الكلام؟ لا، من ابن عباس. كيف كان يخدم عمر بن الخطاب؟ اثنين، قال فيه موعظة الرجل ابنته وإصلاح خلقها لزوجها. ما معنى هذا الكلام؟ هيك هاي عبارات. نعم، أن عمر نصع حفظة نعم. إذن الرجل دائما متى رأى خطأ عند ابنته ذهب وعالج هذا الخطأ ولم يقف معها ضد زوجها. ثلاث، قال فيه التكرير بالاستئذان. من أين استنبطه؟ نعم، عندما عمر صمم، جاء المرة الأولى ورجع والثانية ورجع والثالثة حتى أذن له. قال فيه عدم جواز أن يتسخط أحد حاله ولا ما قسم الله له. شو يعني؟ من أين هذا؟ مستلقى على الحصير، وقال: ألا تحب أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال فيه أن الرجل إذا قدم من سفر أو طرأ على أزواجه أن يبدأ بمن شاء منهن. نعم، بعد الانقطاع. طبعا هذا حكم نظري في هذا الزمان. ليش؟ لأنه أكثر الناس ما عندهم إلا واحد فقط، هذا اللي عنده أصلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن الملقن: فيه جواز اليمين شهرا أن لا يدخل على امرأته ولا يكون ذلك موليا، أن هذا ليس من الإيلاء، لأنه الإيلاء بعد ذلك تطلق أو تمسك. لا، هذا هجر لسبب. سابعا، قال فيه وجود الغيرة بين النساء وإن كن من أشرف النساء. وإن كن إيش؟ من أشرف النساء. من يتزوج أكثر من امرأة فعليه أن يعرف حصول الغيرة بين النساء حتى لو كن فاضلات. هذا واحد. والغيرة أيضا أيمان بين الرجل وزوجته وأمه، قد تغار الأم على ابنها وقد تغار الأخت على أخيها. يعني أنت ما دامك بين نساء الكل راح إيش؟ يغار عليك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال ابن عثيمين: فيه التحقق والتأكد من الخبر قبل التوجيه والإرشاد. ما معنى هذا الكلام في الأخير؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما معنى هذا الكلام؟ نعم، أنك قبل أن تقول أي شيء لابد بماذا؟ أن تتأكد، كما قالوا: أثبت العرش ثم انقش. تاسعا، قال فيه حدة فراسة عمر رضي الله عنه. عمر عنده فراسة عالية، ويظهر في هذا الحديث في ماذا؟ نعم، علمت أنه يوشك أن يكون. فالإنسان العالم من المقدمات يرى الفتنة ستحصل فيحذر وينبه حتى لا تقع، ولكن قل من يرد على العلماء، قل من يرد، ثم بعد ذلك يقول: أنا نفسيتي مدمرة، لأنك لا ترد على العلماء ولا على أهل الديانة ولا على طلبة العلم ولا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.